حول الوصمة اللي توصم بها النساء. هذا الموضوع يعني شائك وتتعاني منه كثير النساء، وهذا الشيء احنا بنلمسه من خلال عملنا في برنامج غزة صحة نفسية. بنلاقي انه الستات في وصمة لهم بشكل خاص في بعض القضايا، زي مثلا قضية الطلاق أو قضية العلاقات الزوجية الشائكة اللي لا تنتهي، واللي بتطلب من المرأة إنها تستمر وتصبر وهي على الإهانة وعلى الذل وعلى قلة الإنفاق قلة الدخل. والقضايا يعني متعددة. بدي أذكر حالة، أحد المواقف اللي ممكن تمر فيها الستات، وهي إنه مثلا الست ممكن تكون على مشاكل مستمرة مع زوجها ويطلب منها إنها تظل وتستمر معاه، وفي النهاية هي تقتل، وبتبدأ الشكوك تصير في المجتمع إنه ليش قتلت وإيش صار، ويتيتم أطفالها وبينسجن القاتل لأنه الزوج هذا كان مدمن، كان بيتعاطى وكان بيبتزها وبياخذ أموالها. كان موضوع الإدمان طبعا، يعني دائما الناس اللي بيدمنوا أحد أهم الأعراض هي إنه يكون دائما عنده فقر مدقع، وحتى لو كان فيه دخل. فهذه من أهم، من أكثر الناس اللي أثرت فيها، إنه الأطفال كانوا دول أطفال كتير صغار وتركوا بلا أم ولا أب، وبعدين انحطوا في مؤسسة اجتماعية، وهذا طبعا من أسوأ السيناريوهات اللي ممكن يمر فيها الإنسان. هلا السيناريوهات الثانية اللي هي متكررة موجودة بمجتمعنا، إنه أنت إذا أنت اتكسيت ما قدرتيش يعني تزوجتي إنسان وكانش إنسان مناسب، بيضل يبتزك، بيضل يسيء لك، بيضل يضرب، وإنك ترجعي لبيت الأهل، البيت الأهل تعبان، وقولي لك لا ارجعي، إيش بدنا نقول عن خواتك التانية، كيف بدنا نجوزهم، وضعنا الاقتصادي أسوأ من وضع زوجك، وخليكي عن جوزك. هذا بيخلي الست تخش بأمراض واضطرابات نفسية وفي معاناة مستمرة، اللي أقرب ما يكون للذهان مش بس مجرد اكتئاب من كثرة الضغوط. توصيتنا إنه الناس قد ما تقدر تربي بناتها، تحبهم، تلبي احتياجاتهم، هذا الإشي الوحيد اللي ممكن يخلي الست قوية تقدر تقاوم وتستمر وتصمد وتتعامل بإيجابية مع كل الضغوط اللي بتمر فيها، تقدر تعدي. الحاجة الثانية إن يكون في عندنا تمكين للمرأة اقتصادي، أولا نفسي بعدين اقتصادي، حتى إنها تقدر تدير الأموال اللي هي ممكن تحصل عليها بدون إساءة لإلها أو لأسرتها. ضمن الصراع اللي بين كل التنظيمات وكل الفئات اللي في غزة، وضمن الحصار اللي موجود على غزة، جزء منه موضوع الست إن هي تضطهد، لأنه بالمحصلة هو الرجل بيضطهد لأنه ما بيشتغل، ما بيلاقي رزقه، هو بصير تعبان، بصير مكتئب، هو بحط غضبه على الست. هذا مش مبرر إنه يأذي زوجته، لكن إحنا بنحكي عن متنفسات للغضب، متنفسات للمعاناة. هو الجهل، يعني انا هو تحقير الانسان سواء رجل او امراه، هو اللي بيبدا يعمل الوصمه. اذا كان انا عندي ثقه بنفسي، اذا كان في لي مكانتي، اذا كرجل كمراه ما راح يكون في تحقير، لكن كل ما انا مش لاقي نفسي، مش لاقي موقع الي من الاعراب، انا حاسس اني مهمش كرجل او امراه، انا ببدا اسيء للاخرين. مليئه هذه الصور للاسف، في ظل حصار وفقر وحروب متكررة. يمكن هذه كمان أكثر بتعزز موضوع الوصمة، إنه كل واحد يوصم الثاني، يوصف الثاني كمرأة، يوصف كفئات حزبية سياسية دينية إلى آخره. كل هذه الحاجات إنه الناس توصم عشان كل واحد عايز يلاقي مكان له يمسك فيه، عشان كل يعني هذه الحاجات بتقول لنا قد إيه الإنسان ضعيف، قد إيش إنه من كثرة الضغوط اللي الإنسان بيمر